عبدو عبدو إذن مشاهدي في تيفي أهلا ومرحبا بكم الآن في المباشر من مدينة الدار البيضاء بالحال بعد تأهل فريق الوداد البيضاوي لنهائي كأس السوبر الإفريقي في تيفي. إذن مئات الجماهير الودادية في الأثناء تغادر مركب محمد الخامس وسط فرحة عارمة للجماهير الودادية. الفرحة بطبيعة الحال يعني كانت فرحة كما قدروا نقولوا مسبقة لأن كان فوز الفريق البيضاوي في مباراة الذهب، ومباراة الإياب كانت فقط لتأكيد المرور وتأكيد التأهل. والحمد لله كملت الفرحة للجماهير البيضاوية عامة المغربية وكذلك الجماهير الودادية بصفة خاصة. اليوم كانت فرحة وسط مركب محمد الخامس الجماهير الودادية يعني فرحة كما سبق وقلت أنا في مباراة الذهاب كانت تقريبا واحد 70% منها، لكن الحمد لله تم التأكيد ديالها في مباراة الإياب اللي ضمنت التأهل لفريق الوداد البيضاوي المنافسة الإفريقية. وكيف ما تتبعوا مشاهدينا الآن مع الجماهير الودادية في هذا الأثناء يعني اللي جاوا وتبعوا هذا المباراة وكان هدفهم هو التأهل وهو الفوز، لكن الحمد لله فرحة كملات وهنيعا للجماهير المغربية بصفة عامة لأن الوداد البيضاوي هو يعني كيمثل الراية المغربية وكيمثل بلادنا في هاد المنافسات الإفريقية. الحمد لله يعني كما كتشوفوا جماهير الوداد البيضاوي كاين اللي باقي داخل في وسط الملعب اللي مازال كيحتفلوا بأهازيج وأغاني فريق الوداد البيضاوي، وكاين اللي خرج وغادي فرحان. واش حتى يطلع كنعيب شي المشاهدين كيف ما كتبعوا خروج الجماهير الوداديه هذا الاثناء وسط فرحه عارمه لجميع الجماهير بتفاؤل كبير. مئات فرحة الفوز والتأهل كملات يعني من بعد الفوز اللي كان مستحق في مباراة الذهاب، لكن زاد تأكد وكملات الفرحة بطبيعة الحال في مباراة الإياب أكدوا اليوم تأهل فريق الوداد البيضاوي. كيفما كتبعوا مشاهدينا الان مازال متواصلين معكم الان في هذا المباشر باش اننا نكملوا معكم الاجواء ديال خروج فريق الوداد البيضاوي الرئيس عارفه. يلا كيفما كتبعوا مشاهدي شوف تيفي في هذا الاثناء مازال العمليه ديال الاخراج الجماهير متواصله، لان عديد من الجماهير يعني كاين اللي مازال داخل الملعب وكاين كذلك الجماهير اللي خرجات، ولكن بصفة عامة يعني أغلبية الجماهير الودادية خرجات من مركب محمد الخامس. تبعوا الان يعني خروج رجال الشرطه وكذلك القوات المساعده
يا بخير هاني لحظتك تن كيف ما مشاهدينا عملية خروج الجماهير لازم متواصله لانه كاين عدد من الجماهير اللي دخل وكاين كذلك الجماهير اللي خرجات برا. لو انا مشاهدين كنت شاهد مباشر ومش اخر ان شاء الله.